أكشم وزعلوا خضرة رجعن هالمرة في بسمة وعبرة هالعيش المرة وإحنا معاكم على طول زعلوا خضرة ترند ترند ميدين جوردن مش بالهند زعلوا خضرة ترند ترند ميدين جوردن مش بالهند يا ما تعبنا يا ما عرقنا يا ما سهرنا وكليها يا خضرة زعلوا خضرة ترند ترند ميدين جوردن مش بالهند زعلوا خضرة ترند ترند ميدين جوردن مش بالهند كلب التيك توك سخفت وهو بيدور على اللايكات هذا طلب وهذا مات وهذا بيصور الطبخات هذا وهذا 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 يا ويل ويله زعلوا خضرة ترند ترند ميدين جوردن مش بالهند زعلوا خضرة ترند ترند ميدين جوردن سلام عليكم. تفضلي يا ستي. خضرة. من مين أطلب؟ من أمريكان. واضح. قولي لي. قديش تريتي باكيت الشوكولاتة؟ 4 ليرات. مش خسارة في أمريكان. أهلا وسهلا فيك أخوي أبو فرحان. يا أهلا وسهلا. الصحيح يعني. الصحيح يا جماعة جيتكو علينا عزيز وغالي وما راح نلاقي نسايب مثلكو ولا مثلكي وانتو طبعا من عيلة معروفة وفرحان ما شاء الله عليه شب قد حاله محامي ناجح في شغله طبيعي طبيعي ومن جهتي أنا ومن جهتي أنا ما عندي أي اعتراض بس بتعرفوا يا جماعة بدنا نأمن مستقبل بنتنا من هالناحية يطمنوا إن شاء الله فرحان خلال سنتين راح يشتري شقة يعني بس لمؤاخذة شو استفدنا لمؤاخذة يعني شو استفدنا إذا كانوا مش مرتاحين مع بعض خي لا تفولي عليهم بلكي ارتاحوا مع بعض يا لأنه يا خضرة فرحان لازم يأخذ دورة قبل الزواج دورة شو؟ دورة تايكواندو استحى وجهك لازم يأخذ دورة اسمها الزوج العصري الزوج العصري؟ وين هذه الدورة؟ الدورة يا خضرة تنعطى في مكتب متخصص مدتها شهر وإذا بنجح فرحان بعطوه شهادة مختومة ودخلك يا مراكان أبو راكان ماخذ هذه الدورة أنا أعطيته الدورة طبيعي 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 أنا لما أبو راكان أقعد هان خضرة نعم لوين ما أخذت باكيت الشوكولاتة معاكي ما عجبتني شخصية أم راكان غريبة مع أنها تحفة فطر قدامي هلا يا ام زياد شلونك يا خيه الحمد لله بس بدي اسال متى بنقدر نمر انا وفرحان وابو نشرب قهوه دوره الزوج العصري لا ما اخذها ما بينصيب لعاد مع السلامه وشي هذه دورة الزوج العصري؟ درسنا النظري اليوم عن الرومانسية رامي شو بتعرف عن الرومانسية؟ الرومانسية مش مهمة في الوقت الحالي أوكي وجهة نظرك عموما حكي فاضي ما جربت ما
صار يا هم. تفضل يا فرحان، احكي لي شو بتعرف عن الرومانسية؟ الرومانسية هي الأكسجين اللي بتتنفس الأنثى، وإحنا الشباب اللي منضخ هذا الأكسجين عشان الحياة يصير إلها طعم ولون. برافو برافو يا فرحان، هذا الكلام اللي منحب نسمعه. برافو، أنت نجحت بالنظري. في باطر نسوق من شو هذا اللي بتسوي؟ هيك اللي بجلي؟ اسمع، حط شوية معجون، شوية مو كثير، وبعدين بتفرك 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 بالصحن، وبتشطفه تشطيف، وبعدين بتمسحه وبتضبه بالخزانة. فهمت؟ يلا بلش. آه حظي بس قبل ما يتجوز قال أنا طير في السماء بعشق بالوناء. أخذت سيرتيفيكيشن. قصدك سيرتيفيكيشن يما؟ المهم صرت زي ما بدها. قويها يا فرحان وصرت زوج عصري. قويها وإن شاء الله تتجوز وحدة خسرها مثل خسري. قويها ولاعب أولادك، أنا وأبوك زعل من الصبح حتى أذان العصري. معدل يما معدل. أي قروشت راسي؟ لا معاك معاك. لا بس ابعثوا لنا صورة البنت والسي في تبعها وقدي راتبها وشو برجها وشو هواياتها وقدي في عندها فرورز على الانستغرام والتيك توك، واذا بناسب فرحان ولا لا. الصراحة كثير مهم عنا نعرف شهادتها، مدرستها، جامعتها وتقديرها كمان بالتوجيهي، وسمعتها بين صحباتها كثير مهمة. هذا مهم كله عند ابني فرحان. ولازم أتأكد إنه شعرها ستريت ولا كيرلي، ولما الشمس تضرب عيونها يعني ترى بظل عيونها لون عسلي ولا بتحول لإشي ثاني زي البس السيامية. حلو، طب ابعثونا التفاصيل على الواتساب ها، وإن شاء الله بصير خير. تمام تمام، المعلومات كلها صارن عندي، وإن شاء الله رايحة أدخلهن على فئة الأكثر طلباً. لا 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 لا، كلهن يومين وبرد خبر. ولا يا بصار عليك طلبات أكثر من طلبات الشاورما. ما شاء الله تبارك الرحمة. أوف، بطارية التلفون قربت تخلص، كثير طلبات كثير تلفوناتي. وانا عندي كمان 25 طلب مع مايونيز، قصدي مع شهاداتهم، راح ابعث لك اياهم ان شاء الله على الواتساب ونقي اللي يعجبك، وبكره المقابله. فرحان صار عندي 40 طلب، افرزهن واختار واحده. مبروك يا خيتي يا ام ركان، بنتك تسنيم فازت بالفرز. والله يا خضرة كنا على أعصابنا إنه فرحان ما يوافق. أم ركان، وين أبو ركان؟ ماني شايف. ما جبته مع اليوم، عنده غسيل. صح، اليوم المي جاي. قولتك جه ولا ما جه؟ واحد زعليه.
خلونا نشوف العريس يا جماعة. القهوة يا فرحان. هلا يما هلا. سلم ايديك. حط القهوة يما وقعد. قهوتك طيبة يا فرحان، اسلم ايديك. الله يسلمك يا رب، انت الاطيب. اقعد ركز يابا. ترى يا جماعة بعثنا لكم كل طلباتنا على الواتس. وصلن على واتسكي ولا واتس ابو ركان؟ طبعا واتسي. زعلي موافقين الفاتح. أكشم وزعلوا خضرا رجعن هالمرة في بسمة وعبرة هالعيش المرة وإحنا معاكم على طول. زعلوا خضرا ترند ترند ميدين جوردن مش بالهند. زعلوا خضرا ترند ترند ميدين جوردن مش بالهند. يا ما تعبنا يا ما عرقنا يا ما سهرنا وكليها يا خاص. زعلوا خطرة ترند ترند بيدي الجوردن مش بالهند. زعلوا خطرة ترند ترند.